إذا كنت تعتقد أن عملية إدارة مطار دولي هي عملية سهلة، فعليك إعادة النظر في هذه الفكرة. هي آلية معقدة ودقيقة لا مجال فيها للخطأ. هنا في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الهدف الأول هو نقل ملايين المسافرين عبر بوابة الحرمين في أجواء عالية من الأمن والسلامة. هذا المطار يستقبل أكثر من 27 مليون مسافر سنوياً، أي 4 أضعاف طاقته الاستيعابية التي تم تصميمه على أساسها. الهيئة العامة للطيران المدني أخذ القرار هذا وقامت بتصميم صالات جديدة بكامل مرافقها بما يتواكب مع أفضل التقنيات الحديثة وبدون التأثير على الحركة الجوية في المطار الحالي. تصاميم أولية تحاكي الطراز العمراني في مكة المكرمة تم تحويلها واقعاً على الأرض. التصاميم راعت وجود بنية تحتية تدعم وصول المسافرين إلى المطار عبر طرق وأنفاق تمتد مسافة تتجاوز 51 كيلومتراً، ومواقف تستوعب أكثر من 8000 سيارة. من هنا سينطلق قطار الحرمين لنقل المسافرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. من المتوقع أن تصل سرعة هذا القطار إلى 300 كيلومتر في الساعة، وهو سيختصر المسافة ما بين جدة ومكة المكرمة إلى 25 دقيقة. تنفيذ المشروع جاء تماماً كما رسمته التصاميم. 220 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر تستقبل المسافرين، ونظام آلي لمناولة الحقائب بطول 33 كيلومتراً. تشغيل المطار سيكون بإذن الله على مفارقه وسيسهم في برنامج التحول الوطني، لأنه سيعمل على أسس تجارية بحتة تعتمد على مبدأ العرض والطلب والمنافسة في عالم صناعة الطيران. في هذا المطار 3 مدرجات يطل عليها برج لمراقبة الطائرات، هو الأعلى في العالم بارتفاع 136 متراً. بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، سيتمكن المطار من ربط 70 طائرة ببوابات المغادرة والقدوم في وقت واحد، وعملية تزويد الطائرات بالوقود ستتم عبر تمديدات تحت الأرض دون الحاجة للسيارات أو الرافعات. اليوم تم إنجاز 85% من أعمال المرحلة الأولى. هذه المرحلة شملت تأسيس البنية التحتية للمراحل المقبلة أيضاً، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها تجريبياً منتصف العام. تكلفة المشروع الأساسية 27 مليار و111 مليون، في أعمال إضافية في حدود 1.5 مليار توصل إلى 2 مليار، وهذه أعمال إضافية 100% جديدة. هيئة الطيران المدني تقول إنها ستباشر العمل على المراحل اللاحقة من المشروع بعد تشغيل المرحلة الأولى. تنفيذ المشاريع سيكون تجارياً بحتاً يضمن اعتماداً أقل على التمويل الحكومي. جاء الدور على القطاع الخاص ليكون شريك في هذه المعادلة وشريك في النجاح للنهوض بهذه الصناعة. مستقبل واعد لحركة النقل الإقليمية والدولية من غرب السعودية، أو هكذا تبدو. عملية تشغيل المطار عامل مهم يحدد دور هذا المطار وكفاءته، وهيئة الطيران المدني ستعلن قريبا عن المشغل الدولي له. عقيل بو50، العربية، جدة.